مدمنو المخدرات بين الشباب في العراق قد تبلغ نسبتهم 50% بحسب إحصاء مجلس القضاء الأعلى. وإذا كان الحديث عن انتشار المخدرات بين الشباب العراقيين، فبالضرورة سيتطرق الأمر إلى الأسباب التي تدفع هؤلاء الشباب إلى تعاطي المخدرات. نعم، للأسف الشديد لاحظنا في الآونة الأخيرة، خلال السنوات الأخيرة، تنامي وازدياد أعداد المتعاطين للمواد المخدرة بصورة عامة في عموم العراق. قد يكون أحد وأهم هذا الأسباب هو الوضع الاقتصادي، إضافة للوضع الأمني والوضع الاجتماعي. هذه الأسباب الثلاثة أثرت بشكل كبير. وزير الداخلية في حكومة الكاظمي اعترف بحجم هذه المشكلة التي يواجهها العراق بشأن انتشار المخدرات بعد تحول البلاد من ممر لتجارة تلك المواد إلى سوق استهلاكية. من 1/1/2021 لغاية 30/11/2021 تم إلقاء القبض على أكثر من 11450 متهم، وضبطت كميات من المخدرات تصل إلى نصف طن بكافة أنواع المخدرات، بإضافة إلى الحبوب المخدرة اللي أكثر من 1.5 مليون تم ضبطها من قبل مفارز المدير العام لمكافحة المخدرات لهذا العام. وبالطبع فإن للمخدرات آثارا بالغة السوء على الفرد والمجتمع، آثار تنعكس على ارتفاع معدلات الانتحار وكذلك معدلات الجرائم، ناهيك عن فقدان البلاد لأهم ما تملكه من مقومات التنمية وهم الشباب. موضوع الإدمان المخدرات موضوع لا يمكن التخلص منه بسهولة، يعني يختلف عن باقي الظواهر في المجتمع العراقي. باقي الظواهر يمكن أن تعالجها خلال أشهر أو خلال سنة، ولكن ظاهرة مثل ظاهرة المخدرات إذا تعاطى الشباب هذه المخدرات فيصبح مدمنا، وأيضا خطر على المجتمع، خطر على البنى المجتمعية للمجتمع. المخدرات إذن تمثل خطرا داهما على العراق لا يقل أهمية عن الفساد والطائفية، بل إن القضايا تتشابك عندما تكشف بعض التقارير المحلية والدولية عن أن أكثر تجار المخدرات في العراق هم من المرتبطين بالميليشيات وأحزاب السلطة.